القيصرية في روسيا أرشيفا ضخما من المستندات والصور الفوتوغرافية لأسرة رومانوف الأمبراطورية الروسية، ويغطي الفترة من ستينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 1928. يحتوي الأرشيف على أكثر من خطاب وصورة و 200 صورة فوتوغرافية ومراسلات ورسومات تتعلق بالعائلة الملكية، إلى جانب القيمة التاريخية العظيمة لهذه الأرشيف، فإن له قيمة فنية كبيرة حيث يتضمن أشكال وتوقيعات العائلة الملكية التي تتسم بالأناقة الشديدة والجمال الفائق، كما يتضمن 20 صورة فوتوغرافية لعائلة رومانوف. جولتنا الثقافية لليوم وصلت لنهايتها، متابعين باقي فقراتنا بعد الفاصل. محطتنا الأخيرة مشاهدينا لليوم من العالم الأوسع اللي ترك دلالاته الأولى بحياة الشعوب، عم نحكي عن عالم الموسيقى وبالأخص الموسيقى التراثية والشعبية يلي عم تتوج ضمن مهرجان قوس قزح للعام الثالث على التوالي، حيث بدأ يعني المهرجان بالأمس أولى حفلاته التي أحيتها فرقة التراث السوري للموسيقى بقيادة المايسترو نزيه أسعد وبمشاركة عدد من الفنانين. واليوم بيسرنا أنه نستضيف بصباحنا غير المغنية غادة الحاج المختصة باللون الساحلي والمغني هوفيك كربو المختص باللون المردلي من القامشلي. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. صباح النور. يا هلا فيكم. بالبداية خبرونا كيف كانت أجواء المهرجان ومشاركتكم فيه. نبدأ معك. المهرجان كان كتير حلو كمشاركة، بالنسبة لي هي أول مرة أنا بشارك فيه وانبسطت كتير. يعني هو نهاية فرصة وتجربة حلوة، بتعرف يعني ناس كتير، حبيت إنه الناس متشجعين يحضروا بيحبوا هذا اللون لسه. يعني كفكرة المهرجان واللي هو بيجمع كتير ألوان، ومبارح يعني شفنا تعدد بالأغاني وكان في أكثر من 7 مغنيين عم يغنوا، طبعا إضافة للرقص اللي كان موجود، قديش هالشي بيغني المشاركة بالنسبة لإلكم؟ يعني هو بصراحة أنا مثل ما بتعرفوا المهرجان كل سنة بيصير، أنا لتاني مرة بشارك. امبارح كان في كتير شيء مميز كتير، يعني نحن بعد ما خلصنا الحفل أحد الجمهور عم بيقول لي إنه هالأغنية التراثية هاي غناها أحد المطربين أو المطربات المعروفين عربيا، بيقول لي إنه هاي تراث الجزيرة. قلت له إيه، فهذا الشيء كتير حلو، كتير بيفرحنا إنه نحن وقت اللي بنغني تراث نعرف الناس اللي تراث. في أغاني كتير مشهورة اتغنت وهي تراثية، مش بس شرط تكون تراث الجزيرة، يعني ممكن من الساحل أو دمشق أو أي محافظة. يوم أمس تقدم العديد من الأنماط الموسيقية التراثية، خلونا نتابع كيف كانت الأجواء ونرجع أكيد. أحب النساء
هون قريش كنا عم نشوف اللون الفراتي، وكان في تعدد بالمناطق يلي يتغنوا فيها. خلينا نحكي شوي كمشاركتك، انه نمط عم تقدموا شيء تراثي، وكل مغني قدم نمط لتراث من منطقة معينة من سوريا، قد ايه هذا الشيء مهم؟ هلا هو كتير مهم من ناحية انه بضمن بلد واحد في كذا ثقافة، المفروض انهم يتعرفوا على بعض، يعني ما يبقى كل واحد يعني تحس انه مختص بثقافته والتاني ما عنده فكرة عنه. فانت لما عم تعملي هيك مهرجان، اول شيء عم تعرفي اشخاص على بعض، فهو علاقات عامة جديدة يعني. ناحية تانية عم تعرفي ثقافة على ثقافة، عم يختلطوا مع بعض، يعني يمكن بالأيام تلاقيهم يعملوا مزيج مع بعض مثلا، يطلع شيء حلو، يطلع شيء جديد يعني. نحن رح تماما ميسان، يعني كمان مستمرين مع ضيوفنا هوفيك. يعني اليوم الغناء المردلي هو يعتبر من التراث الغنائي المشهور بمنطقة الجزيرة، اليوم شو بيميزه عن غيره؟ أكيد بيتميز، هو شرقي بحت. وما كان اللي هو بيني وبينك ما كان ضوى عليه بآخر فترة، بسبب مشاركاتنا بمهرجان عم نضوي ونحاول. بدنا نسمع من حضرتك شيء، شو بتحب تسمعنا؟ في وسط القامش ليه اخ يا مو، في وسط القامش ليه اخ يا مو، رايتوا لي صبيه اخ يا مو، صبيه مردليه اخ يا مو، قامت اشق ريحاني اخ يا مو، قامت اشق ريحاني اخ يا مو، ضحكويتا ضويه اخ يا مو، ضحكويتا ضويه اخ يا مو. شكرا لك. يعني مثل ما حكينا شوي عن الغناء المردلي هوفيك، خلينا نسمع منك شو بيميز الغناء الساحلي، وشو شريط التقنيات اللي بتعتمدي عليها؟ التقنيات هي واحدة بكل الغناء، نعم. يعني هو التكنيك واحد، بس اللي بيميزه في بيكون في طابع معين أو لمسة معينة. هلا هو غالبا إذا بنرجع شوي بالزمن لورا، بينتمي شوي لتراث فينيقي أو هيك شيء، ف يعني بتخيل في له شوي لمسة يمكن فيها شوي حزن أو هيك شيء يعني. نحن كمان رح نتابع مع حضراتكم كيف كانت الأجواء امبارح، وكمان نستمع لمقتطفات من الحفل، نرجع نكفي الحديث.
يعني شفنا لون، او هلا كمان اللون الحلبي، قدود الحلبية كمان. خلينا نرجع هيك، شو حابين نسمع منك شي غادة، شو بتسمعينا؟ لرسل سلامي لسالم، ما حدا من العشق سالم، ما حدا من العشق سالم، واني عفراق وبتألم، دلوني على حبيبي، دلوني على حبيبي، خد لي فؤادي ورماني، لمن هويته جفاني، لمن هويته جفاني، يا هل ترى يا زماني، ارجع وطفي إلهي بي، ارجع وطفي إلهي بي. سلام هالصوت هذا. هو فيك، كيف لقيت امبارح تفاعل الناس مع الأغاني التراثية؟ كيف كان الجمهور؟ كثير كثير كان حلو عن جد. هذا الشيء بيعطيك هيك طاقة إيجابية، إنه رغم الشوب ورغم التعب والإرهاق والبروفات ونفوت ونطلع، بس آخر شيء لمسنا هيك ابتسامة الجمهور. كثير انبسطوا، كثير انبسطنا نحن، وبيخلينا هيك دائما نكون جاهزين لأي مهرجان بيطلبونا. تكونوا حاضرين. غادة، قد ايش لك بتغني ومختصة بهذا اللون انت او كمان بغير الوان؟ هلا بغني انماط تانية بس كله ضمن الشرقي، يعني الغربي شوي صعب، بحسه صعب، ما كتير بيزبط معي، بس انه هذا اللون هو دائما بتحسي بيطغى على باقي الالوان، يعني اللي بيحب الغناء الشرقي فهذا النمط اكيد بيحبه وبيستهويه. صار لي بغني هلا مختصة موسيقى، اي شي 5 سنين، بس انه انا بغني من انا وصغيره، بس لما بلشت اتعلم صار عندي فضول اكثر، يعني من 5 سنين. بتحاولي تطوري حالك ايضا، يكون في شيء جديد وواسع، افق واسع يمكن توصلي له؟ اكيد اكيد، يعني هلا يلي بيشتغل على حاله كل ما وصل لاول هدف مثلا حطيتيه وصلتي له بصير عندك شيء ثاني، انه هو يلي بيحب شغله دائما بضل عنده فضول انه لسه بدي اعرف. اكيد. هوفيك انت كمان رح تشارك بالغناء الارمني مثل ما عرفنا. اكيد. خبرنا عن والسرياني، خبرنا عن هي المشاركه وشو الفرق بالتقديم، يعني قديش التدريبات بتختلف معك او الشغل بيختلف معك بين كل نمط من التراث؟ هلا هو مثل ما قلنا المردلي هو شرقي، والسرياني كمان هو شرقي بحت، بس الأرمني لونه شوي غربي، فممكن الآلات تكون مختلفة، ممكن يكون بالأرمني مثلا الأكورديون أو الآلات، نركز على الآلات النفخية أكثر، إيه ممكن هيك، هذا الفرق. ممكن تسمعنا شيء كمان حاط ببالك؟ مثل شو حابب؟ أي شيء بتحب تسمعنا إياه؟ من أي نمط؟ طيب ما بعرف شو، يكون أرمني؟ يلا. وفاتس بومي أراب أغضا يملو يسكا كبرا، وزارت بومي يريبان خورك نيزجي شيربا، و بطفو ما أراد يملو يسكغا كبيرا، و زارت بوما يريبان خورك نيزجي شيربا، كيز باري لويس
ام يا رضا سيدنا زاي كزباري لوس أرد باري ام يا رضا سيدنا زاي. هالصوت غادة شو محضرين انت على الصعيد الشخصي؟ شو محضرة؟ شو عم تشتغلي بهالفترة؟ شي خاص لإلك او كمشاركات بمهرجانات معينة؟ هلا بعد مهرجان قوس قزح. اي بعد قوس قزح هلا عندي مهرجان مع انا بشتغل مع فرقة نبض، فعندنا مهرجان للجمعية جمعية نحنا، حيكون شي فعاليات بالشام وحيكون في فعاليات بمحافظات تانية مثل طرطوس واللاذقية. وهلا على الصعيد الشخصي لحالي انه ممكن يكون عندي بعد فترة حفلة انه كاملة، حتكون برنامج كامل لحالي، بس لسه ما حددت المسرح يعني ما بعرف تفاصيل. وعملت غنية صغيرة خاصة فيني يعني هي توجه للأم، يعني كلمات صديقي وعازف عود اسمه مهند قصقص، وعفوا ألحانه كلمات أخوه محمد قصقص، سجلناها سوا ويعني هيك بلشنا ننشرها أنه لحد هلأ لقيت شي حلو. هلأ لبعدين أنه في شي كمان عم اشتغل عليه يمكن يكون شي أغنية خاصة كمان. اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق غاده، وايضا هوفيك بكل شيء رح تقدمه وبكافه مشاركاتك بكل المهرجانات. مرسي شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم، شكرا لكم، ونتمنى لكم كل التوفيق. تسلم. يعني لهون ميسان.